في التنفيذ بيانيتش، إمارة لبالزاريتي، بالزاريتي والزاريتي في كرة مقوسة راسية رائعة، والهدف يأتي، الهدف يأتي عن طريق أوزفالدو. أوزفالدو بالتقاء كان رائع من جانب هذا المهاجم اللي يضع الكرة في الزاوية البعيدة للحارس جون فرانسوا جيلي. الروما يتقدم 1-0 بفضل راسية أوزفالدو. أوزفالدو يتمكن من تسجيل هدف بطريقة رائعة. أوزفالدو هذا الموسم اللي أبدع وسجل أهداف من أروع ما يكون، ها هو الآن يتألق ويسجل هدف بطريقة ممتازة. شوف الإعادة، ارتقاء من زاوية صعبة، لكن أوزفالدو تمكن من وضع الكرة في الزاوية البعيدة للحارس جيلي ليمنح روما الأسبقية. أمامنا الإعادة مرة أخرى لهذا الهدف الجميل اللي أبدع فيه السيمبا، اللي أبدع فيه أوزفالدو. أوزفالدو سانتانا يحاول مرور، تبع في برادلي التمرير، لكن بالزاريتي في التغطية. مرة أخرى الكرة عند فريق تورينو. تشيرشي كروس والتعادل، لكن في متابعة وبيانكي تابع، يسجل يسجل بيانكي كرة التعادل. وبيانكي بالمناسبة يسجل أول أهدافه في مرمى روما. كرة أولى كانت مشتركة مع مدافع روما لتتهيأ لهذا المهاجم بيانكي اللي يسجل الهدف العاشر لهذا الموسم. واخيرا بيانكي يزور شباك تشيلو روسي، واخيرا بيانكي يعرف الطريق نحو مرمى روما. كل الطرق تؤدي لروما على لسان اللاعب بيانكي. وبيانكي شوف الاعاده، كره تهيئت ليه مباشره، صوبها باتجاه المرمى ليدرك التعادل. شوف الاعاده، تفوق على بورديسو. الاعاده مره اخرى، كره مشتركه بين بيانكي وبورديسو. بيانكي يتفوق امام الاعاده مره اخرى في هذه الكره ليجد نفسه في وضع في شمال ايطاليا في ظرف ثلاثه ايام، مباراه في الدوري واخرى في الكاس، وان كان رهان الكاس هو الرهان اللي يحاول ان يركز عليه. بينما دي محاوله والهدف الثاني، الهدف الثاني ابدعت يا لاميلا، احسنت يا إيريك. كره تستقر داخل الشباك بهدف يدرس، يدون، يوضع في خانة الأروع والأجمل في أهداف هذا الموسم. لاميلا يضع الكرة في الزاوية البعيدة للحارس جون فرانسوا جيلي. لاميلا يسجل الهدف رقم 14 لهذا الموسم. إيريك لاميلا يبدع هذا اللعب. لاميلا بالمناسبة يسجل هدف رقم 18 ليه في الدوري الإيطالي في اللقاء رقم 56. لكن شوف الكرة، شوف الكرة ملفوفة، وضعها في الزاوية البعيدة وكأن لاميلا لعب الكرة بيده. الإعادة من جديد لهذا الهدف.